السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله بخير. وصلنا عند السيد فرانك، بيع عنده حمامات ظريفات وحلوات وجميلات. تابعونا واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، رح تشوفون اسم القناة موجود هين مشان نقدر نقدم لكم شيء جديد. السيد فرانك رح ياخذنا جولة عنده ورح نتفرج عنده ايش بي عنده طيور وشو عنده ألوان وكيف ينتج هاي الطيور. ورح ننطلق الآن ونشوف مثل ما يقول السيد فرانك. ماشيين أنا وعمي فرانك، اي والله رايحين بدنا نشوف الحمامات حاليا هنا. مثل ما انتم شايفين عنده هنا مزرعة فيها كناري، فيها حمام، فيها ما شاء الله شغلات ظريفة. ها عمي فرانك عم يقزدر بينا بتشن. اي والله ما شاء الله عنده ستاندر بريف تاوبن. فرانك اي هاف تو اسك يو هاو ماني ييرز يو هاف ذيس بيجز؟ About more than 30 years. More than 30 years. هي عنده من حوالي 30 سنة يربي هاي الحمام. طبعا حاليا ما عنده شيء للبيع او ما قدرنا نحصل منه على شيء. بدي اساله سؤال. Have big different between the brief tauben and another one standard. What's the difference between this and this? The difference is the standards are big. The stand big. Yes. Also, if you can come here, please, for the we can see the tauben. This tauben can fly good. Yes, can fly good, but not so far as... Not like the brief tauben. Yes. Racing pigeons, not... Racing pigeons are can fly more. يقولنا عم فرانك يقول هاي الحمام ما تقدر تطير زيادة، ما تقدر تطير زيادة. مثلا لاحظ هنا الحجم يبان مختلف، مثل هذا عنده هاي، إذا شايفين هنا عنده الحجم مختلف، يعني بين ستاندر والزجل العادي، يعني الحجم واضح اكبر. عنده الوان كثيره. طبعا السيد فرانك من المربين الشهيرين بالمانيا للستاندر. زلمه جدا طيب، جدا كريم. الوان شوف انا جدا سعيد بهذا. اي ريسبكت يو سو ماتش اند ثانك يو فيري ماتش فور يو تيل مي هلو ويلكم لايك ذات. اوكي اي ريسبكت ذات سو ماتش. اني طبعا ام سوري لانه انجليزيتي ضعيفه. اي كان سبيك ا ليتل بيت انجلش. My English so bad. Yeah. My English so bad, but I think he understand me. My English is bad too. And والله شيء إنسان طيب جدا وجدا ظريف. طبعا نحن تشرفنا بيه هنا. راح نبحث، راح نفتدي شوي بالحديقة، راح نصور، راح نشوف إذا الله عطانا عمر راح نجي مرة ثانية، لأن الطريق هنا عندنا مو كويس أو الطقس مو كويس. رح نسأله حاليا شو يقدر يقدم لنا نصيحة للمربين المبتدئين. What you can give good idea for the new people start with have sushter or have birder. Okay, he want to begin with that. What you can give him good advice? For the standard, you have not give too much food because they. Get fat والله. Get fat very fast. يعني يقول هذا الطير لا تعطونه أكل زيادة، كويس؟ يعني خليه له موعد أكل لأنه يجي يسمن أكثر. And what you can tell the people about the pigeons? What the pigeons? What you feel about the pigeons? What the pigeons for you? What you can tell me? For me, pigeons are very important. Very important. Yes. Okay, this your best friend, huh? Yes, my best friend. If my wife will tell me sell your pigeons, I will say goodbye. يقول انا اذا مرتي تقول لي دشر الحمام بدي اطلقها وخلاص منها وما دشر الحمام. Thank you very much Sir Frank. Thank you, really I respect that. Thank you, really thank you very much
for all what you do with me, and I respect that so much. We drive so much, and we must go back now. Thank you for your time. But okay, you come back. Inshallah, in the summer we can come and we can sit, because also have inshallah good weather. Okay, we can inshallah sit more, or that we come before. And I hope the coronavirus vic also, this also bad thing for us. We cannot drive, we cannot go every time about the border. Thank you very much, Frank. Thank you. I respect that so much. Thank you. Ciao. Bye-bye. Ciao.